عندما وضعت القرآن والأحاديث والكتب الإسلامية تحت عدسة مجهري، توصلت إلى قناعة مطلقة، لا يمكن، لا يمكن أن يقرأ إنسان السيرة النبوية لمحمد ويؤمن بها ويخرج إلى الحياة إنساناً سليماً معافى نفسياً وعقلياً. أنت تذكر الطريقة التي قتل بها السيدة عظماء بنت مروان عندما قطع أتباعه جسدها إربا إربا وهي ترضع طفلها والمشكلة عادوا إليه يكبرون فقال لا يتناطح بها عنزان أنت تعرف أن الماعز تتناطح لأتفه الأسباب ولكن عند محمد قتل امرأة مرضعة سبب أتفه من ان يتناطح به عنزان هل هذا نبي من عند الله يعتريني الاسف الشديد عندما تسمح الجزيره لمخلوق معتوه ارهابي كالقرضاوي كي ينفث من خلال منبرها سمومه ويبث فتاويه الإرهابية وسرسراته م. كانت العبارات التي استخدمها ضدي قد حرضت الكثير من الشباب المسلم المغسول الدماغ المعصوب العيون المبرمج على الكره م. ليمطرني بوابل من الشتائم والتهديدات بعد الحلقة مباشرة التي تناول بها ظهوري على الجزيرة عندما يعتبر الإسلام المرأة ناقصة عقل م. وأنا أضحض مصداقية هذا القول لا. في تلك الحالة الإسلام يهاجمني وأنا أرد هجومه م. عندما يدعو الإسلام إلى قتل الآخر الذي لا يؤمن به وأنا أضحض مصداقيه هذا القول في تلك الحاله الاسلام يهاجمني وانا ارد هجومه م. انا لا اهاجم انا انتقد الاسلام ولكن للاسف الشديد نحن ضحايا التربيه الاسلاميه لا نرى في النقد الا هجوما م. انا دوما اركز على اللغه م. لغه الاسلام م. لغه الاسلام لغه سلبيه ميته مشحونه بالعنف والغضب والحقد والعنصريه الانسان ناتج لغوي وهو حصيله ما يسمعه في حياته من لغه سلبيه وايجابيه فإن غلبت اللغة السلبية في حياته خرج إلى الحياة إنسانا سلبيا نزقا رافضا غير منتج وإن غلبت اللغة الإيجابية خرج إلى الحياة إنسانا إيجابيا سعيدا منتجا ولذلك لغة الإسلام السلبية فشلت لم تنتج إنسانا يستطيع أن يتفاعل مع الحياة بعفوية وبإيجابية أنجبت إنسانا سلبيا. لو ألقينا نظرة على المجتمعات الإسلامية نستطيع أن نرى ما استطاع أن يفعله هذا الرجل السلبي. أنا لا أعتبر الإسلام دينا من خلال مفهومي للدين. الإسلام عقيدة سياسية تفرض نفسها بالقوة. أي عقيدة على سطح الأرض تدعو إلى قتل من لا يؤمن بها هي ليست عقيد ليست دينا. وإنما عقيدة شمولية. تفرض نفسها بالقوة عندما أقرأ آية على سبيل المثال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة لا تأخذكم بهما شفقة أو رأفة لا أرى في تلك الآية أية روحانية عندما تستطيع العقيدة أن تجرد أتباعها من آخر ذرة رأفة تكون قد جردتهم ايضا من روحانيتهم المسيح رمز السلام لم يحمل سيفا لم يقطع رقبه لم يكفر انسانا اما المشكله في الاسلام اذا عدنا اذا فعلنا كما فعل المسيحيون في القرون الوسطى واردنا ان نعود الى حياه محمد وافعاله واقواله سنكون في ورطة أكبر من الورطة التي نعيشها اليوم م. وسننتهي بأسامة بن لادن وأمثاله لا. أقرأ حياة محمد ماذا تجد فيها غزواته وزجاته وأحاديثه التي يقشعر البدن لبعض تلك الأحاديث لا. يقشعر البدن عندما يقول جنة المرأة تحت قدم زوجها م. التعاليم الاسلاميه استفحلت داخل جماجم المسلمين، ولا اجد طريقه الا بفتح تلك الجماجم وتنظيف الادمغه من الخلايا السرطانيه التي تهدد حياته. عندما زحف الشعب السوري الى السفاره الدنماركيه وحرقها، حرق قلبي معه. لماذا؟ لماذا؟ الشعب السوري يموت جوعا. الانسان السوري اللي هو صاحب حضاره يلهث وراء رغيف الخبز فلماذا لا يزحف الى قصر رئيسه وقد بلغت ميزانيته الاربعين بليون دولار في, الـ في, في البنوك الاوروبيه معلش. ويحرق هذا القصر بمن فيه زحفوا الى السفاره الدنماركيه واعطوا الغرب صوره غير صحيحه عن الشعب السوري الاخلاقي والحضاري ولذلك اصف سلوكهم بالهمجيه والتخلف الصراع الاسرائيلي الفلسطيني صراع ديني م. انا مع القضيه الفلسطينيه م. انا مع الاطفال الفلسطينيين م. عذابات النساء الفلسطينيات تقض مضجعي انا لا استطيع ان ادوس على نمنا فهل يعقل ان اكون ضدهم لا يمكن لا يمكن هنالك خلاف سياسي عليهم ان يسالوا قاداتهم والدور التي تلعبه تلك القادات القيادات في حل تلك المشكله لكن هناك جذور دينيه للمشكله كنت اقرا في كتاب اسلامي منذ اسبوع او اسبوعين قرات قصه صغيره تقول كان محمد يمشي مع بعض اتباعه فسمعوا ضجه فقالوا له ما هذا يا رسول الله؟ قال إنهم اليهود يتعذبون في قبورهم. بغض النظر عن الخلافات يومها بين محمد ويهود واليهود، هذا القول يشير إلى أن قبورهم كانت في قبور أجدادهم كانت في السعودية، مم. مصبوط؟ صح. هم أبناء المنطقة. البرهان على أنهم أبناء المنطقة يأتي من الكتب الإسلامية ومن القرآن نفسه المشكلة مع المسلمين أنهم لا يميزون بين نبيهم وبين أنوفهم فعندما تنتقد محمد وتنتقد أفعاله م. وأعماله وتنتقد سيرته وكأنك, وكأنك لأنف. جدعت أنف